ضواحي حيفا في مقابل ضاحية بيروت أكثر من مئة صاروخ أطلق الحزب واستخدم فيها أنواعا جديدة كفادي واحد وفادي اثنين صواريخ تزن رؤوسها المتفجرة 83 كيلوغراما ويبلغ طول الصاروخ ستة أمتار ومده يصل إلى 70 كيلومتر حلقت صواريخ حزب الله إلى مناطق لم يستهدفها الحزب منذ عام 2006 ما يعد تطورا بعد محاولات كثيرة لضبط إيقاع الجبهة ضبط لا تلتزم به إسرائيل التي كثفت غاراتها على النهر الليطاني الذي تريده أرضا محروقة حزب الله الرافض لعودة سكان شمال فلسطين المحتلة يعتبر قصف حيفا ردا على التفجيرات البيجر والأجهزة اللاسلكية وضمن جبهة الإسناد لكن التصريحات مسؤوليه وبياناته يعتبر هذا الرد دفعة أولية فأين ستكون الردود المقبلة وفي أي عمق؟ الفقر الشريفي الغد Thank you.